خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونقول لها كل سنه وانت طيبه، ونعرف منها ايه اخر اخبار الطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا دينا وكل سنه طيبه. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير جمانة، صباح الخير على كل المصريين، كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير والامه العربيه والاسلاميه. اللهم امين. كل سنه وانت طيبه. قولي لنا بقى يا دينا، عملتي ايه في اول ايام العيد؟ انا لازم بس اشترك معاكي في حاجه مهمه جدا، وهي بيجامه العيد. اهم عندي من اي حاجه طقوس في العيد، كل عيد لازم يكون ليها بيجامه جديده. هتطلعونا ترند الله يسامحكم. لا بس دي على فكره البنات بتبقى حلوه، فرحتها بتبقى جميله جدا جدا. ايوه بالظبط. لكن قضيت اول يوم العيد، لا لبس العيد طبعا والخروج، بصراحه راحت عليا نومه ما صليتش العيد، لكن كان احلى تجمع لعيلتي كلها كان امبارح، ويمكن ناس بقالي شهور ما شفتهمش. كويس. وفسيخ ورنجه بقى، وقعده كانت جميله جدا، وكحك وبسكوت. فتقريبا انا فكرتيني بالموضوع ده، انا معلش مصطفى شلتها من الاجابه. كان في فسيخ ورنجه فعلا اكلتي. المعده نفسها ما كانتش عارفه هي بيحصل لها ايه بعد الصيام. ايه ده، انت مش كنت بتقول لا فسيخ رقه؟ لا انا اكلت رنجه بس يعني ما عملتش بقى ميكس مع الكحك، لان ان الكحك والرنجه بيبقى، انا مش عايزه اقول لك كان دمار. فعلا احنا بنصبح على كل مشاهدينا وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وفعلا احلى حاجه طبعا في العيد هي لمه العيله الحلوه، وكمان لبس العيد والعيديه. وانا بالنسبه لي مهما كبرت انا لازم اشتري لبس العيد، ولازم بيجامه العيد، وكمان لازم اخد العيديه. معلش ده حقي بقى.